فمتى ستة المسيح هو بيعالج القلق في حياة الناس، لقيته هو بيعالج النص اللي بيعالج فيه القلق. غالبا المسيح كان عارف ان 95% من اللي بيقلق الناس امور مادية، فلو انظر لطور السماء انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن. ابوكم السماوي، النص كله يكرر في كلمة ابوكم مش ابوها، عايز يقول ده ابوكم، ما تقلقوش على الامور المادية. يقول ومن منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامته ذراعا واحدا. ومن منكم اذا اهتم، مين اذا قلق يقدر يزيد ذراع؟ ابدا. وبعدين هذه كلها تطلبها الامم، لكن انتوا اطلبوا اولا ملكوت الله وبره. يعني ايه اطلبوا ملكوت الله وبره؟ يعني اطلبوا، لما يقول اطلبوا ملكوت الله، ملكوت الله يعني سلطان الله. سلطان الله مش هيمتد الا بالكرازه. فلما يقول اطلبوا ملكوت الله يعني اتشغلوا بالنفوس، سلطان وسياده الله وبربح النفوس. فانا بقول للمشاهد، عايز تتبارك وتكون بركه، اعرف ان انت مخلوق على صوره الله، انت صنعت يد الله، الله اوجدك علشان تكون حامل الحضور الالهي، يستخدمك بركه في العالم. خليك عايش لأهداف روحية، أهداف أبعد من ذاتك. كل يوم انشغل بالنفوس، بالنفوس وخدمة النفوس، هتلاقي القيمة والمعنى، وده شبع. مش هيشغلك قوي تجيب أحدث موبايل. لو مش معاك أحدث موبايل مش هتبقى، دي فيه ناس لو مش معاها أحدث موبايل يبقى حاسس إنه خجلان ومكسوف. مش صح ولا غلط يا سنزل؟